أنا من طلعت لي أمل أرجع إن شاء الله، يعني من طلعنا من هنا وتشوف القرية، أنت من تطلع تضحك على القرية، القرية ما ظل بها أحد، كأنما صارت منطقة مهجورة. محمد خضر محمد من قرية أبو ماريا، مواليد 75، متزوج الحمد لله، عندي 12 نفر عندي. والله نزحنا من أثر داعش، يعني ما ظل يوم بالقرية أي شيء عمل، عمل ما ظل أي أعمال بالقرية، يعني نزحنا عن الموصل، ومن الموصل طلعنا على منطقة الشمال على حسن شام الثاني، نزحنا هناك. المخيم عبارة عن مخيمات، يعني خيمة وقاعد بها، بس أنت من تشوف منطقتك تحررت أو تشوف القرية تحررت وجماعتك قاعد يرجعون، أهلك قاعد يرجعون، أنت تقدر رجعون. فرجعنا للقرية، هناك خيمة لو تيجي هين بيتك مفلش وتقعد بخيمة أحسن من أنت قاعد هناك بمخيم. والمعونة يعني يعطونا بس معونة بس كافية، يعني بس أنت تقدر رجعة هنا. إحنا يصير عندنا اشتياق من نشوف منطقتك بالتلفزيون أو بالمنطقة أو تخابر جماعتك رجعوا، أنت تقدر رجعة هنا. فرجعنا الحمد لله والمنطقة صارت أمان، فرد مرة أمان، فرجعنا هنا أحسن واستمرينا بالعمل والحمد لله مشتغلين، حالتنا المادية زينة صارت. أنت بالمخيم متقيد بالمخيم. مخيمته يعني قاعد لك بخيمة أو خيمتين أنت وعائلتك، ومساحة قليلة، لا تقدر تطلع لا تقدر ترجع. أنت أهم شيء عندك عملك، يعني إذا ما ترجع العمل بالمخيم بس قاعد ما يصير. كل من رجع على وظائفه، المعلم على معلمه، المدرس على مدرسته، كل من رجع على وظيفته، الزراعة، الفلاح، كل من على أرضه وزراعه. الحمد لله الأمور زينة وقاعد تمشي على أحسن إن شاء الله. الحمد لله الحال زين، موجودين مارسين شغلنا، والطلاب قاعد على طلاب على المدرسة قاعد يروحون. ما عدنا أي شيء الحمد لله، والحالة الاجتماعية زينة. يعني هذا الدكان اللي أنا وخويي مشتغلين به، فمحل دهن وبجرجي، المحل يعني كفيني مصرف لي والعائلتي.